موقع ومنصة بجبين ميديا، اهلا وسهلا بحضراتكم. ومن هذا اللايف وجود لمين؟ وجود لبلوجر ليلي فؤاد، اخيرا بعد عودتها من دبي تعود وتكشف لنا الكثير من القضايا التي شغلت بال المجتمع المصري، وخاصة على منصة التيك توك اللي اساء للجميع. مين موجود دلوقتي معانا؟ موجود معانا ليلي فؤاد، بلوجر بتاع تيك توك. اهلا بحضرتك في منصه بجوجل ميديا. اهلا بيك. نعلي بس الصوت شويه، ويمكن عاوز اقول لحضرتك على منصه بجوجل ميديا، ولكن خلينا نتكلم في ايه اللي حصل، ايه اللي بيحصل على منصه التيك توك، ايه اللي بيحصل من ابو طلال، من الذهب الصيني اللي الناس الذهب اللي طلع، واحنا اكدنا ان ده ذهب صيني. ايه القصه؟ ولا اعرف، انا كنت رايحه اعمل اعلان لمحل ذهب لبديل الذهب، علشان الذهب كان غلي اليومين دول، وفي عرسان كتير وعرايس عايزين يتجوزوا برضو يبقى شكلهم حلو قدام قرايبهم والناس وكده. ففي محل فتح جديد عبارة عن بديل الذهب، اسمه بديل الذهب، تقليد الذهب، مش ذهب صيني، احنا هنا في مصر بنقول الذهب الصيني. فتح جديد للشباب وللبنات اللي عايزة مثلا تتجوز يبقى شكلها كويس. رحت اعمل الاعلان، فجأة الاعلان ضرب، لقيت ناس تانية يعني استغلت الاعلان عشان تطلع ترند، عشان تشهر حاجة انا معرفهاش. قالوا ان ليلي فؤاد بتطلع بتكيد بنات مصر كلها بالذهب، وكمية الذهب ولا 10 كيلو بكيل ذهب حد ولا 10 كيلو. انت عارف انت كيلو بكام؟ يمكن ده اللي ظهر، يمكن انت كنت بتتابعي عليهم يعني في اللايف. انت بتتكلم في 10 كيلو، 20 مليون جنيه يعني. اهو هفضل بشتغل على عربية اوبر. طب يعني انت شغالة ايه اصلا؟ انا شغالة اوبر. انت جبتني منين؟ انا شايفك شغاله اوبر، وشايف طيب. الابليكيشن عمال يديكي يعني رحلات، طيب وانت بتوفريها يعني. يمكن انا اتفاجئت من حاجه زي كده، ودي حقيقه، ان ازاي هي عندها كميه الدهب ديت، وازاي يا جماعه شغاله اوبر يعني. انا عايزه ازاي الناس تسيبني في حالي، انا بواحده بعمل اعلانات، انا موديل، مش عايزه اخرج من قصه موديل ادخل في حاجه تانية. انا فجاه لقيت نفسي بخطف جوز ومش بخطف جوز، انا مش متجوزه. وقال لي انا معايا بطاقتي، وانت انا مش وريتك بطاقتي قبل ما تطلع. شفت انا بطاقتك؟ متجوزه. ايه قصه ابو طلال يعني؟ ايه قصه ابو طلال؟ الناس كلها عارفه ان ليه مربوطه ابو طلال. ابويا الراجل ده بيساعدني في ابني المريض، انا عندي ابن مريض قلب، الراجل ده كل فتره بيتكفل بعلاجه لان ابني تعبان جدا، وانا ما بستغلش ابني على الميديا. هو عارف ان انا ابني تعبان، وشاف تقاريره وشاف ورقه، وبيشوف ان هو كل فتره بيخش المستشفى تعبان جدا، بيقعد فتره كبيره هناك لانه عنده 8 ثقوب في قلبه. فده راجل كبير جدا على فكره. اتجوز مين؟ انا لحد دلوقتي مش قادره اعقل الكلام. الراجل ده بناته اكبر مني انا ب10 سنين، يعني الراجل ده كبير جدا، الراجل ده راجل خير كل الحوار. ومش انا الاسره الوحيده على فكره اللي بيتكفل بعلاجها، الراجل ده بيتكفل شهريا ب100 عمره، ومتكفل بحوالي 45 اسره شهريا اصلا اوريدي موجودين عنده. ده اللي هو ابو طلال. الراجل ده زي ابويا، بقاله سنه ونص واقف جنبي. هو عارف ان انا يعني منفصله ومطلقه وما عنديش حد بيعولني، وعارف ان انا شغاله اوبر، وكنت شغاله على عربيه الحواوشي، وهو على فكره اللي فتح لي عربيه الحواوشي. كنت فاتحه عربيه اكل حواوشي؟ ايوه هو اللي فتحها لي. ولما بعد كده شافني ان انا جالي 3 ديسكات منها في ظهري، وكنت عايزه عمليه، قال لي اقعدي منها، وقال لي اتبرع بالعربيه لحد يستاهلها، وبقى يديني فلوس علاج ابني، قال لي ارجعي اشتغلي اوبر تاني لو ده اللي هيريحك. عندك ابن مريض؟ عندي ابن مريض. ايه اللي وما بطلعوش على فكره. انت شفتني بطلع ابني اشحت عليه زي اللي لا بيعمله؟ لا خالص. انا لو انا بطلع لايفات، اي حد مسجل لابني لايف تيك توك يطلعه، لو انا وهو بينقل دم عمري ما طلعته، وهو في المستشفى، وهو في العنايه المركزه. انا ابني قعد سنه وشهرين ومعايا كل ورق، معايا فايل كده، وطلعته على اللايف، عمري شحت بابني ده، عمري عرضته للتنمر. انا ابني اصلا لغيان. انت لو زي البلوجرات اللي على التيك توك كنت طلعتي ابنك، وكنت يعني لا كنت هيجي لك دعم كتير. اقعده كده وهو بينقل دم وعلى الجهاز التنفس في المستشفى، وهفتح لايف بس، مش هعمل حاجه، مش هنزل اشتغل، مش هبعدل، مش هروح اعمل اعلانات. الناس انا الاعلان ضرب فعلا، الاعلان كان حلو جدا، وانا قدمته بشكل حلو قوي، انا عملت الاعلان حلو واتشاف، بس الناس بقى خدت الترند عشان تستغله، عشان تطلع اغراض عندها شخصيه ماليش انا دعوه بيها، انا ماليش دعوه بكل ده. يمكن فعلا زي البلوجرات اللي بتطلع على التيك توك، وبنشوف اسلوب الشحاته اللي بيطلع على التيك توك. انت فعلا لو كنت عمر ما حدش، ولا امي طلعتها، ولا بنتي بطلعها على فكره، بنتي عندها اكونت 300 الف، ما بتفتحش لايف.
ولا انا عمري خدت ابني مثلا كده تعبان، ولا بعتولي هدايا، ولا انا محتاجه. والله العظيم عدى عليا، يا رب اعدم ابني ما بكدب، اهو بص يا رب اعدم ابني ما بكدب، عدى عليا ايام ما كنتش بلاقي اللقمه، وعمري ما فتحت لايف عملت فيك، كنت بنزل اشتغل عربيه. كلمه كتير على البلوجر اللي فؤاد، وقالوا بابو طلال وشويه بالذهب. يمكن انت طلعتي شويه كنت بتقولي لي انا بضحك عليهم، انا بتريق عليهم من اللي هم بيعملوه بيقولوه عليا. انا لقيتني فجاه في اعلان، لقيتني ست وحشه، يعني انا في اعلان بشتغل لقيتني ست وحشه. طب انا وحشه؟ اه انا وحشه. انا خطفت جوزك؟ اه انا خطفت جوزك. انا ما بقتش فاهمه انا خطفت ولا انا ذهب بجد، وفجاه انت بقيتي اميره الذهب وانت اخت. انا طلعت ان انا اخت اميره الذهب، طلعت ان انا عندي 3 محلات ذهب، طلعت ان انا عندي 20 كيلو ذهب، معايا 20 مليون، معايا متجوزه ساري. انا طلعت اتريقت، يلا اه انا متجوزه، انا اتجوزت، قولوا لي مبروك. تريقه واحده بتطلعني في صوره مش كويسه. انا في فيديوهات انتشرت على تيك توك كلها وهي فيديوهات وانت لابسه الذهب، وانت لابسه الحزام بتاع الذهب، اعلان اعلان، وناس كتير اشترت على فكره وحبوا الفكره ان الذهب يعني هو مش باين، هو بديل الذهب، ان هو مش باين قوي ان هو ذهب تقليد، بس ناس كتير قوي يعني بقت بتتخطب. قصدك ان الناس حرفت الكلام دوت على التيك توك وقالت ان دوت الذهب بتاع ابو طلال، وحطيتك في بند ان انت متجوزه ابو طلال. اه ده اعلان اصلا. اه لا، هما ناس طلعت قالت كده علشان تعمل مشكله او مثلا تركب ترند، ما اعرف. هو بص، لو انا قلت لك ايه السبب انا ما اعرفوش، بس اللي انا اعرفه ان الراجل ده زي ابويا، الراجل ده كبير جدا، ده عنده 67 سنه. يعني انت مش متجوزه ابو طلال خالص، مش زي ما متجوزه زي ما بيتقال على منصه تيك توك. ما حصلش، انا ما اتجوزتش. ايه اللي يثبت؟ طيب الراجل طلع قدام اللايف كلهم قال لهم دي بنتي، انا متبنيها، دي بنتي. والفيديوهات اللي انت طلعتي قلتي فيها ان انا متجوزه ابو طلال، دي انت كنت بتتريقي عليها؟ لا 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 ما حصلش. كنت بتتريقي عليها؟ لا 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 ما حصلش. ما فيش فيديوهات قلت فيها ببوق انا متجوزه ابو طلال، عمري قلت انا متجوزه ساري. لا ده انا في الكومنتات بيقولوا لي انت اه اتجوزتي خلاص الساري العربي انت، قلت لهم انا اتجوزت اهو باركولي بقى. انما ما قلناش ابو طلال اصلا كان بره الصوره. ده انا اول ناس اتاكدنا، ما اكتشفتش الموضوع ده الا بعد فتره اول ان هم بيربطوا الساري العربي ده بابو طلال، ان الدهب دوت دهب صيني مش دهب حقيقي. يعني اول ناس قلنا كده. الناس 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 اللي بتفهم قوي والناس الشيك واللارج هيبصوا في الفيديو يعرفوا ان هو دهب صيني. الناس اللي بتلبس قال لي فؤاد اللي بيتقال عليها انها عندها الدهب ده كله شغاله اوبا. يعني تخيل انت بقى. يمكن انا شايف الريكوستات عماله تتقلب لك وانت موجوده معايا ومعطلينك وبتنزلي تشتغلي كده. هو ايه المشكله؟ شغلي مش عيب. انا بقالي كتير، بقالي 7 سنين على فكره، مش امبارح مش النهارده، بقالي سنين شغاله. كنت بعلم سواقه وعلمت ناس كتير، ومعايا تليفوني مليان جروب شغل. شايفه ان الشغل مش عيب وان انا ما اشتغل اوبر في والله نص. انا لو انا انت بتشتغلي بالليل كمان، يعني مش بتشتغلي الصبح، انت بتشتغلي في نص الليل وبتوصلي ناس. بسبب ان انا عندي السكر، ان انا ما بستحملش الحر نهائي، بتعب. وبسبب ترند الشبشب اللي طلع برضو 80 مليون، انا عندي السكر. يمكن المفاجاه ان انا شفت انك بتاخدي بنتك جنبك وانت شغاله. يعني هسيبها فين؟ اه باخد بنتي وابني اوقات، والناس ما بتتضايقش على فكره، محدش يعني قليل قوي لما حد يتضايق ان انا مثلا معايا ولادي بنزل اشتغل بيهم. ما تستغربيش اما حد بيطلب مثلا ريكويست ويجي يبص يلاقي ليلي فؤاد اللي مسمعه على المنصات كلها، هي اللي بتوصله وهي اللي شغاله اوبر. وده اللي طلعني الترند في ان انا اوبر ترند. ده طلع ان سبب واحد عمل لي منشن على الانستجرام وانا قاعد ورا كده وهو بيصورني وانا سايقه ومنشن لي والناس كلها خدتها وكده. ومرحلة علاج ابنك يعني وصلت لغاية ايه؟ مرحلة علاج ابني ان هو فاضل له ثقبين من 8 ثقوب، وكان قطع عنده قطع في صمام ده اتقفل، وكان عنده مية على الرئة، وكان عنده تهتكات في جدار المعدة، وضغط عالي في الشريان الوريدي الموصل من القلب للمخ، كله خف ما عدا ثقبين. يمكن دايما تعبان، يمكن شفت فيديوهات كتيرة ليه. عنده ضعف عام في عضلة القلب، هما دول اللي فاضلين له، بس انا بعالجه، هو لسه هيستمر علاجه لسن 16 سنة. ان شاء الله ربنا يشفهولك. وطبعا الشغل مش عيب، وتنصحي اي ست انها تشتغل ولا تقعد في البيت؟ يعني من وجهه نظرك. انا بشتغل وهفضل اشتغل، امال هصرف منين؟ انت كنت بتعوزني في ريفيو بروح، انت عايزني في اعلان بروح، ده عايزني في اوبر بروح. انا على فكره انا بشتغل زفاف وافراح، ومعايا برضو فيديوهات وانا بزف افراح عادي. ان انا اجي اطلب ريكويست طلب في اوبر وابص الاقي ليلي فؤاد هي اللي جايه توصلني، ويعني ببصص في التليفون مش مصدق.
ايه ده، انت ازاي، انت ازاي بعد كميه الذهب وحديث مصر كلها ان هي اللي بتوصلني، واكتشف بعد كده ان الذهب ده ذهب صيني؟ يعني هو انت لما بتروح تعمل اعلان لمحل موبايلات ما بتحسيش ان في حد بيبقى في ذهول كده وهو موجود كل الناس معاكي بتعمل كده، ويلاقوا ليلي فؤاد هي اللي بتوصله؟ كل الناس بتعمل كده، بس انا ببقى مستغربه. انت دلوقتي لو رحت عملت اعلان لمحل موبايلات، هل المحل ده بتاعك؟ عملت محل موبيليا، ده بتاعك؟ السؤال الاهم بقى قبل ما اختم معاكي، هل ليلي فؤاد مدانه امام الدوله باي شيء من وجهه نظرك؟ لا، انا رحت عملت فيش وتشبيه، ما عنديش اي حاجه. انا شكيت في نفسي في الفتره اللي هم بيقولوا ليلي عليها احكام، ليلي عليها قواضي. طب ما انا نزلت من المطار، ما لو كان عليها حاجه مش كانوا برضو بقالك خدوا؟ 3 شهور التيك توك كله ملوش حاجه غير ليلي فؤاد، يعني يعني انا طب ما مش انا عارف نزلت كل من المطار المنصات ورحت بكل عملت، طب ما انا الفيديوهات. شغاله في الشارع اوبر، انا شغاله وبرخصتي. طب ما كان لو في حاجه مش كانوا خدوني؟ انا ما عملتش حاجه لحد، انا رحت عملت فيش وتشبيه عشان انا مش فاهمه حاجه، مش فاهمه الكلام. انا ابتديت اشك في نفسي، لقيتش عليا حاجه الحمد لله، انا ما عملتش حاجه لحد. ليلي فؤاد ده وضحنا كل الحقائق للناس واثبتنا للناس، وباعتراف مين؟ باعتراف ليلي فؤاد وهي بتقول ان الذهب ده ذهب صيني، وهو اعلان لمحل ذهب صيني بره في دبي، صح كده؟ عشان يبقى الكلام طالع من على لسانك انت، وانت اللي قلتيه واحنا بناكده للناس. ولكن حكايه ابنك يا ربنا يشفيه لك ان شاء الله، وحكايه شغلك، الشغل مش عيب اكيد طبعا، يعني ليلي فؤاد شغاله اوبر مش عيب، يعني هي لو معاها كميه الدهب ديت يا جماعه هتشتغل اوبر ازاي؟ ازاي يعني؟ واكيد الناس انت هتقابلها شفت كتير في عربيتي الشارع. مخبوطة ولا عربيتي سليمة؟ يعني خدت انا بالك ما من خدتش الخبطة بالي قوي. والمراية ان انا خبطاني تريلا؟ طب كان باب اولى غيرت العربية او صلحتها، ما مشيتش بيها وهي كده. انت ما شفتش ان الجنب اليمين كله بايظ؟ انا بتمنى لك كل خير ليلي فؤاد، وضحت بعض الامور واثبتنا للناس على منصه تيك توك ان كل ما يقال على منصه تيك توك ساعات في حاجات بتبقى حقيقيه وساعات مش حاجات ما بتبقاش حقيقيه. ولكن زي ما انتم شايفين ليلي فؤاد يعني خلاص بتفصح عن الكثير من الحقائق، سابقكم تتكلموا الفتره اللي فاتت، ولكن دلوقتي جت قالت الحقيقه وبالاثباتات. ولو هي مدانه امام القضاء او امام القانون في اي شيء، استحاله القانون يسيبها لغايه دلوقتي وهي معاها ما يثبت ان هي مش مدانه باي شيء خالص. وكل ما يقال عن ابو طلال ان هو زوجها، الكلام ده لا اساس له من الصحه تماما. دي واحده يا جماعه باصه لبنتها وابنها، وابنها مريض قلب ربنا يشفيه لها ان شاء الله، وبتشقى وبتشتغل بالعربيه بتاعتها، وكل ما يقال على التيك توك لا اساس له من الصحه. ليلي فؤاد بشكرك على ظهورك معانا على منصه جوجل ميديا، بشكركم مشاهدينا، وكان معكم صنع ترندات مصر.